محطتنا الطبية لليوم رح نكفي فيها مع الكثير من العلامات الاستفهام يلي بتراود الصائم بعد وجبة الإفطار ومع دخوله بالاضطرابات والمشكلات الصحية يلي أغلبها بتعلق بصحة الجهاز الهضمي. ولأنه هالاختصاص عم يكون الأهم لصيام صحي وسليم، معنا لليوم الدكتور أحمد عباس، أخصائي بمجال علاج أمراض الجهاز. أهلا وسهلا فيك دكتور، يسعد صباحك. أهلا فيكم، رمضان كريم. يسعد صباحك دكتور. دكتور، مثل ما ذكرنا يعني بالمقدمة، كثير هي من المشكلات الهضمية بترافق الصائم وبصير عنده العديد من التلبكات. شو بيكون سبب هي التلبكات؟ هلا للأسف بصراحة بتكثر المشاكل الهضمية بشهر رمضان، وللأسف كمان السبب هو العادات الصحية والغذائية السيئة اللي بيسووها الإخوة الصائمين. وعلى رأسها مثلا إنه أول ما بيضرب المدفع أو بيأذن يبلش لي شرب سوائل، شي سوس، شي مي، شي أمر الدين، تمر هندي، عصير اللي هو، والتنوع. هلا ضروري التنوع المائدة، بس هو بتلاقي الفتات، الفول، الأكلات الدسمة كلها منخبية لرمضان وللإفطار، وكلها هي سيئة، يعني كلها هي عم تشكل عبء على الأنبوب الهضمي اللي صار له مرتاح 16 ساعة مو داخل له أي مادة لا طعامية ولا سوائل، فهذا بشكل عبء كبير على الأنبوب الهضمي ولهيك بتزيد الإشكالات. هذا عند الشخص السليم. طبعا في بعض الأشخاص اللي عندهم بعض الأمراض هلا ممكن نحكي فيها، إنه كمان هدلون لازم اذا صاموا يصوموا بحذر وتحت اشراف طبيبهم. دكتور، نحن بنحب نذكر كل مشاهدينا اذا عندهم اي استفسار لحضرتك فيكم تتواصلوا معنا عبر الرقم الموجود على الشاشه. ومعنا اول اتصال. الو، صباح الخير. يا هلا. رمضان كريم. رمضان كريم. بس حابه اسال الدكتور لو سمحتي. تفضلي. دكتور، هلا انا عندي مشكله عم عاني منها من بدايه رمضان، عم حاول دائما بعد الافطار اني خفف اكل، بس مع هيك عم حس بتلبك معوي بعد الاكل. شو اللي لازم ابتعد عنه يمكن بالفطور؟ هلا شكرا. عند الافطار انا عفوا، عند الافطار بنصح الاخوه الصائمين ناكل كام تمره مع كاسه مي او عصير خفيفه اذا فينا، حتى انا بقول لهم اذا فيكم شفت، بس الغالبيه ما فيهم، كاسه مي صغيره، أربع خمس تمرات، ناكل صحن شوربة صغير مع صحن سلطة صغير، نستنى لنا شي ساعتين ثلاثة وبعدين هيك بنكون هيئنا نحن الأنبوب الهضمي إنه بلش يشتغل، ها إنه في شي رح يجي. فبعد ساعتين أو ثلاث ساعات من هالوجبة هاي بتنصحهم يأكلوا الوجبة أو الطبق الرئيسي اللي هن سوينه لرمضان أو للإفطار. يمكن هي النصيحة للأشخاص يلي ما بيعانوا من أي أمراض، عندهم مشاكل لكن طبعاً. واللي بيعانوا من بعض المشاكل الهضمية كيف بتكون آلية الغذاء عندهم؟ هلا حسب كل مشكلة، مثلا مرضى اللي عندهم شيء اسمه انفلاماتوري بول ديزيز او افات امعاء التهابيه، هلا هدلون نحن عاده ما بننصحهم يصوموا الا اذا كان داخل بشيء اسمه هدقه، المرض عندهم تحت السيطره وما في اي اعراض. هلا اذا كان تحت السيطره وما عنده اعراض بنقول له انه انت فيك تاكل، ساعتها بده يضطر ياكل وجبات قليله الكميه كثيره العدد، يعني بده عند الافطار وجبه خفيفه، بعد ساعتين ثلاثة كمان وجبة خفيفة صغيرة، كمان بعد ثلاث أو أربع ساعات بده يوزع الوجبات من الإفطار وحتى السحور. طبعا كمان هاي شغلة بينسوها الإخوة الصائمين كتير، سحور وجبة رئيسية، يعني ما بيسوى أنت بس على الإفطار أنه تكون من الإفطار لتاني يوم الإفطار، هيك بتشكل عبء كبير على الأنبوب الهضمي تبع الشخص حتى السليم. No. فلهيك نحن بننصحهم لا السحر، الكل يحاول يتسحر. نعم. معنا كمان اتصال هاتفي. الو، مرحبا. مرحبا، اهلا. يا هلا. كيف الدكتور؟ يا هلا. عفوا الدكتور موجود؟ ايه تفضل. تفضل دكتور، معك. صباح الخير دكتور. صباح النور دكتور. بدي اسالك عن القولون العصبي. ايه تفضل. تفضل.
هذا احيانا بيصير معي انا اسهال واحيانا بيصير امساك. نعم. ايه فكيف العلاج تبعه؟ نعم، هذا من اشيع المشاكل صراحه اللي بنواجهها نحن بشهر رمضان. مرضى اللي عندهم شيء اسمه الكولون العصبي او تشنج الكولون او بيقولوا له تهيج الكولون، هي صراحه اسمها متلازمه الامعاء المتهيجه، يعني تصيب الانبوب الهضمي كاملا مو بس الكولون، من الفم وحتى الشرج. طبعا انا بنصحه اذا سمع حكي بالاول. هذول المرضى كثير بيصير عندهم مثل ما حكى شيء، احيانا امساكات احيانا اسهالات، والسبب العادات الصحيه اللي حكينا عنها انه الاكثار من الاكل اثناء الافطار، والاكلات مثل ما قلنا اكلات الفول التسقيه المسبحه، هي عند الافطار غالبيه الصائمين هي موجوده على كل بكل بيت بكل افطار، فهي صراحه بتزيد لي الاعراض، اضافه انه يخفف بهارات حد مخللات الشغلات هي كمان اللي بتكتر برمضان، فهي كلها بتزيد لي تهيج الكولون او الكولون العصبي. العديد يعني من الامراض دكتور اللي بتصيب الجهاز الهضمي، نحن رح نتعرف بالماده التاليه اكيد نرجع لنكفي حديثنا معك. متلازمه كرون او التهاب الامعاء الناحي هو احد امراض الامعاء الالتهابيه يلي ممكن ياثر على اي جزء من الجهاز الهضمي، وعلامات المرض تظهر على شكل آلام البطن، الإسهال، فقدان الوزن، وارتفاع درجة حرارة الجسم. وبحسب تجارب وأبحاث طبية، فإن مرضى كرون هم الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء أكثر من غيرهم. ومن المتداول بأنه داء كرون يحدث بسبب مجموعة من العوامل البيئية، المناعية، الجرثومية، ومع أفراد لديهم قابلية وراثية. ولن تتوسع أكثر عن مرض داء كرون، نرجع للطبيب المختص ضمن برنامج صباحنا غير. عن أهم الأمراض اللي ممكن تصيب الجهاز الهضمي وتعرفنا بهالمادة عن داء كرون، يعني شو أهم الأسباب يلي ممكن تشكل عنا هالمرض؟ هلا داء كرون هو جزء من العائلة الأساسية اللي اسمها inflammatory bowel disease، آفات الأمعاء الالتهابية. هو داء كرون والتهاب الكولون التقرحي. أنا بقول لهم للمرضى هدلون أولاد عم، اثنين نفس الآلية تقريبا للإصابة، هن مرضين مناعيين ذاتيين. في شيء اسمه تأهب عند جسم الإنسان بيحرضه عوامل خارجية متهمة، بعض الجراثيم على رأسه مثلا شيء اسمه الإشريشيا كولي 9، متهمة بعض الأكلات، لحد الآن ما في سبب وحيد وإنما هو تأهب بالجسم، يعني جسم عادة لأنه هذا مرض عائلي، يعني تشوفي الأخ والأخت ابن العم جيني، يعني فينا نعتبره في شيء مورث، بس لهلا المورثة اللي مسؤولة ما تم الاكتشافه، وان لهيك بنقول نحن مرض عائلي، في تأهب عن جسم الانسان تحرضه عوامل خارجية. طب شو هي اهم اعراضه واللي بتميزه لحتى الواحد يعرفه عن باقي الامراض اللي بتصيب الكولون؟ هلا اهم اعراضه هي الالام، الالام صراحه الالام المستمره بالاكل او خارج الاكل، الالام كثير شديده عاده مستمره، هذا بيميزه عن مرضى مثلا تشنج الكولون اللي بيجي الم ساعه ساعتين وبيروح عاده. بيترافق الالم مع نسميهم اعراض تحت انسداد، عاده اقياءات كثير شديده ومتواصله لفترات طويله، ممكن ترافق مع امساكات او مع اسهالات احيانا. الشيء اللي حكيته بالتقرير هو نقص الوزن، عادة نسميهم الاضطرابات الوظيفية الكولون العصبي أو المشاكل عسر الهضم وهالقصص اللي بتتشابه أعراضها مع بعض ما بتترافق مع نقص وزن صريح، بينما بهالمرض هذا بصير في عندي نقص وزن صريح شديد، ممكن ترافق مع فقر دم، حتى ممكن بعض المرضى يوصلوا لشيء اسمه سوء تغذية وسوء نمو نتيجة خصوصا الأطفال الصغار نتيجة المرض، فهذا اللي بيميزه. لكن دكتور امتى يعني بتوجب على الشخص زيارة طبيب واكيد لحل هالمشكلة عنده؟ هلا يتوجب زيارة كل اعراض تطول اكثر من المتوقع، اذا ترافق مع
إسهالات مزمنة أو إمساكات طويلة الأمد، إذا ترافق مع نقص وزن، إذا ترافق مع فقر دم، كلهم هدلون لازم يتراجع طبيبه بأقرب فرصة. يعني خلينا نحكي شوي عن الجانب العلاجي لداء كرون، شو هو؟ كيف ببلش؟ وهل هو موضوع له علاقة بالتغذية فقط ولا أيضا تغذية ودواء؟ لا، تغذية ودواء أكيد. تغذية لحالة بداء كرون ما بتكفينا لعلاج داء كرون. هلأ مثل ما قالوا هو يصيب كامل الأنبوب الهضمي، أشيع منطقة للإصابة شيء اسمه اللفائفي أو الصائم أو نهاية الدقاق بنسميها تيرمينال إليوم، بتظاهر بشكل تقرحات بتصيب الأنبوب الهضمي، تقرحات تكون عادة عميقة. أنا بقول لهم للمرضى بيشبه أحيانا التقرحات اللي بتطلع بباطن الفم بيسموها قلاع المرضى عادة، هاي نحن بنشوفها عادة بالأمعاء بمنطقة نهاية الدقاق الأشعة إصابة، طبعا بيصيب كل الأنبوب الهضمي تنظيريا. طبعا التشخيص هو عن طريق التنظير، نحن بنوصل لمنطقة نهاية الدقاق شوف التقرحات وبناخذ منها خزعات، لانه بالتشريح المرضي في بعض الموجودات هي اللي بتميز لي المرض. والعلاج دوائي، العلاج فترته شوي طويله، مشكله هذا المرض انه علاجه شوي طويل الامد مو قصير، ويستدعي طبعا عندنا مستمره بتكون كمان. والحميه جزء من العلاج طبعا، عاده نحن بننصحهم مثلا الحليب ممنوع، البهارات، الحد، الأكلات اللي نسميها اللي غليظة على الهضم، يعني مثلا الكبة شوي ما بننصحهم ياكلوها، لأنه أعراضه أحيانا تشبه أعراض تشنج الكولون، فمشان نحن نميز الهجمات إنه هل هو هجمة داء كرون ولا هجمة تشنج كولون، لهيك نحن بنحاول ننصح المريض يبعد عن الأكلات، مشان إذا صار معه مشاكل نعرف مو من الأكل مثلا، من المرض. والعلاج متعدد الأنواع، في عنا ببلش من شيء اسمه ستيرويدات، ممكن ستيرويدات موضعية بيجي بعدها بعد معدلات المناعة مثل دواء اسمه الأزاتيوبرين، هذا لازم يأخذه فترات طويلة. وفي شيء بعض الحالات المعندة واللي ما بتستجيب على هالدوائين، في شيء اسمه أدوية بيولوجية أنتي تي إن إف، هي عادة تصرف في المشافي لأنه بتعطى تسريب بالوريد، منوصل أحيانا لهالمراحل. اليوم دكتور شو بتحب توجه يمكن نصيحة لكل حدا عم يتابعنا هلا، هو أكيد عم يعيش كل أجواء رمضان والصيام لحتى ما يعاني من مشاكل هضمية. هلا أول شيء بدي أنصح مرضى داء كرون، كونه داء كرون، كل مريض عنده داء كرون فعال، المرض بحالة فعالية يمنع من الصيام منعا باتا، لأنه الصيام بيزيد لي فعالية الهجمة. اللي ممكن يصوم هو الشيء اللي اسمه ديب ريميشن، يعني هذا طبعا الطبيب هو اللي بيحدده، شيء المريض داخل بشيء اسمه هدأ مديدة، ما في أعراض سريرية، تحاليله المخبرية جيدة وتنظيره جيد، هذا نحن عادة بنقول له صوم مع متابعة طبية من قبلنا، بحيث انه اذا صار عنده مشاكل دغري نتدخل. بينما كل مريض داء كرون عنده هجمه او فعاليه ممنوع من الصيام، لانه بيجونا كثير مرضى احيانا، اليوم انا كان عندي بعض المراجعين عندهم داء كرون وانه عم نصوم، لك يا حبيبي انت عندك المرض فعال ما بصير تصوم. فهي انا على الهواء مباشره للكل اللي سمعوني واللي ما سمعوني. الشيء الثاني، المرضى الأصحاء اللي ما عندهم شيء، بحاول يستثمروا هالشهر الفضيل إنه انقاص الوزن، تريح جهاز الهضمي، يعيشوا تمام حياة صحية، يخففوا عبء على الأنبوب الهضمي، ما يحشوا بعد الإفطار بالأكل. صراحة نحن نشكر وجودك معنا لليوم دكتور، وللمعلومات يلي قدمت لنا اياها، شكرا كثير لتواجدك معنا. أكيد بتمنى لكل مشاهدنا صيام صحي، شكرا كثير لك دكتور. شكرا لكم، وبتمنى للأخوة الصائمين إفطار شهي ورمضان يكون صحي وسليم إن شاء الله. يعني لهون